أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون أن أوروبا تريد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر كمورد موثوق به للغاز إلى أوروبا. يأتي ذلك فيما تستضيف الجزائر على مدى يومين اجتماعات منتدى أعمال الطاقة مع الاتحاد، والذي سيركز على بحث سبل تطوير الشراكة بين الجانبين في مجال الطاقة والغاز. مسؤولون جزائريون يجتمعون مع نظرائهم الأوروبيين بقيادة مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي ضمن منتدى أعمال الطاقة، لقاء يقول المسؤولون إنه يهدف لتشجيع الاستثمارات والشراكات التي تعود بالنفع على الطرفين، خاصة بالنظر لمكانة الجزائر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره. تعد إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، لا سيما في جنوب وغرب وشمال البلاد وفي المنطقة البحرية، وذلك هو السبب الذي جعل تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا خاصة الأوروبيين. منتدى الطاقة ينعقد بالتزامن مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعيشها العالم والتي تحتل مسألة الطاقة الصدارة فيها. أوروبا بحاجة لأكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه تشكل فرصة للجزائر كي تعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي. ملتقى وشراكة لمجابهة ما يلوح في الأفق من تحديات أمن الطاقة، هكذا وصف المسؤولون الجزائريون هذا اللقاء، معربين عن الأمل في ألا تعتبر أوروبا الجزائر ممولا تقليديا ورئيسيا فقط للطاقة، بل يجب أن يتعداه إلى جوانب أخرى متعلقة بها كتطوير الهيدروجين والطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا والمعرفة. 20 عاما هو عمر الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تعزز بانعقاد أول منتدى لأعمال الطاقة سنة 2016، لقاءات تهدف لتوفير إمدادات الطاقة بصفة آمنة ومستدامة. نادر واتسكاي نيوز عربية، الجزائر. ونرحب بضيفنا من الجزائر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني. أهلا بك أستاذ سليماني. أهمية هذا المخزون الاستراتيجي للجزائر، كل الأعين الأوروبية تتطلع إلى هذه الشراكة التي كانت تاريخية ولكنها تتحول إلى استراتيجية وحاجة ملحة. ما أهمية هذا الاجتماع في العاصمة الجزائر، وكيف ستنجح دول الاتحاد في إقناع اليوم الحكومة على أهمية تأمين هذا الانتاج الضخم من الغاز؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام. نعم، هو يعني ملتقى ومنتدى مهم جدا في ظل الظروف الجيوسياسية والجيوستراتيجية وربما الحرب على الطاقة العالمية وحتى ربما إيقاف الإمدادات الروسية. اليوم أصبحت الجزائر ثاني ممول بعد النرويج مباشرة ب 12% من احتياجات أوروبا، فالجزائر تزود أوروبا تقريبا في حوالي 40 مليار متر مكعب عبر أنبوبين للغاز المر إلى إيطاليا وإلى إسبانيا. الجزائر تعتبر أول يعني منتج للغاز في إفريقيا والسابع منتج في العالم. الجزائر تتوفر على 4.5 تريليون متر مكعب من الاحتياطات من الغاز، لكن اليوم الكرة هي في مرمى المستثمر الأوروبي. قالها السيد وزير الأول، إذا أرادت أوروبا المزيد من الغاز فعليها الدخول في استثمارات والدخول في التنقيب والاستكشاف في ظل قانون محروقات جديد وظل قانون يعني استثمار جديد، على ألا تكون الجزائر فقط يعني ممول فقط تقليدي يعطي لأوروبا الغاز وفقط. نعرف أن الإنتاج الجزائري من الغاز هو في حوالي 110 مليار متر مكعب، تذهب تقريبا 50% إلى الاحتياجات الداخلية وإلى إنتاج الكهرباء، وهنا هو مربط الفرس. اليوم أوروبا عليها أن تساعد الجزائر في التحول الطاقوي في إنتاج الكهرباء بفضل يعني الطاقة الشمسية والذهاب إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وبالتالي ذلك الغاز الذي ينتج الكهرباء يذهب ويسوق إلى أوروبا. يعني المعادلة سهلة جدا، اليوم على الأوروبيين أن يدخلوا ويستثمروا في التنقيب والاستكشاف، ونعرفوا أن الجزائر تتربع في المرتبة الأولى في حجم يعني الاكتشافات يعني في 2022. صحيح. يعني سبع
اكتشافات كبيرة جدا وفي مواقع غير كلاسيكية وجديدة. ولكن يعني هذا الاحتياطي، هنالك توقيع الاتفاقية حصلت مع إسبانيا، رئيسة الحكومة الفرنسية على رأس وفد وزاري رفيع كانت في الجزائر في اليومين الماضيين. هل هنالك مفاضلة في هذه العقود؟ هل هنالك ترقب لأيضا الأسعار التي تتقلب تحت ضغط الأزمة الروسية الأوروبية والحرب الأوكرانية؟ نشير إلى أن الجزائر هي شريك مضمون وآمن واستراتيجي لأوروبا منذ تقريبا 40 سنة، حتى في ظل يعني الأزمة الأمنية والسياسية في الجزائر كانت تزود أوروبا بكل احتياجاتها. الجزائر أولا يعني تعاقدت مع إيطاليا، الجزائر تعتبر إيطاليا كمنصة كبيرة لتوزيع يعني الغاز في أوروبا. تقريبا الجزائر تزود إيطاليا بين 26 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 4 مليار متر مكعب أخرى. إسبانيا كذلك هو زبون التقليدي، الجزائر لديها 11 زبون في أوروبا. لقد تم التفاوض مع 6 يعني زبائن وبقي 5 زبائن. فرنسا صحيح. عندما أتت إلى الجزائر كان رئيس الوزراء الفرنسية كان قيد المناقشة هذه قضية الغاز، إذن لم تتكلم إلى العام، لأنه حتى المفاوضات ما زالت يعني غير متقدمة. نعرف أن فرنسا في احتياجاتها ربما 8% تحتاج إلى الغاز الجزائري، أما الاحتياجات الأخرى فتأتي بها من اليورانيوم النيجيري تقريبا 35% يعني تزود فرنسا ب 75% من احتياجاتها من الكهرباء. فهذا هو التوجه الجديد لأوروبا إلى خلق شراكات استراتيجية مع الجزائر والدخول إلى استثمارات خصوصا في الطاقات الجديدة والمتجددة. نعلم أن الجزائر لديها مشاريع كبرى مثل مشروع السولار 15,000 ميجا وات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. طيب، الاجتماع الذي حصل بين العملاق الجزائري سوناتراك وأيضا الشركة الإسبانية استغرق أشهر طويلة لمراجعة الأسعار. هناك أيضا تخوف لدى العواصم الأوروبية، تبعنا اليوم التغطية ما تتحدث عنها الصحافة أيضا الأوروبية إن كان في إيطاليا، فرنسا وعدد كبير من هذه العواصم. ما أهمية الذهاب إلى اتفاق بعد المفاوضات الشاقة مع إسبانيا؟ لنأكل على علم أن الجزائر تربطها مع إسبانيا ومع إيطاليا ومع زبائنها عقود طويلة المدى، يعني من 8 إلى 10 سنوات. صحيح. عبر الأنبوب العابر، يعني الأنبوب ميدغاز وأنبوب أونريكو ماتي المار إلى إيطاليا، وهناك أنبوب آخر هو متوقف المار على. ركز عبد القادر، هنالك عدم وضوح للرؤية في الأسواق، وهذا ما سينعكس على مراجعة هذه الأسعار في العقود الطويلة. لا، هو هناك بنود وهناك اتفاقيات في هذه الاتفاقيات تقول انه عندما يزيد السعر بدرجه قصوى او ينزل السعر بدرجه قصوى يمكن اعاده التفاوض والتشاور تحت منطق رابح ودون ان تكون هناك خساره من الجانبين، اما من الجانب يعني الجزائري او الجانب الاوروبي. لا تنسى سيدي ان حتى الغاز في 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 في, في بدايه الالفينات كان ربما لا يساوي إلا بضع دولارات، كان بين 5 إلى 8 دولار، ومع ذلك الجزائر كانت دائما تزود أوروبا باحتياجاتها. فاليوم يعني هذه العقود طويلة المدى بين الجزائر وإسبانيا تمتد من 8 إلى 10 سنوات، واليوم الجزائر دائما بقيت ملتزمة لتزود إسبانيا ب 11 مليار متر مكعب. هذه هي سعة الأنبوب. اليوم على أوروبا كذلك التفكير في بناء ربما أنبوب جديد يربط الجزائر ربما عبر فرنسا أو عبر إيطاليا. ولا تنسى سيدي أنه حتى الكهرباء هو في ملفات التشاور اليوم. الجزائر يمكن أن تصدر الكهرباء المنتجة محليا عبر تونس إلى إيطاليا أو تحت البحر الأبيض المتوسط إلى فرنسا وإلى إسبانيا، لأنه نعرف أنه إنتاج الكهرباء في أوروبا يعني هو مكلف جدا ويأتي من الطاقة النووية، والمفاعل النووية نعرفها في أوروبا هي قديمة جدا وتشكل يعني عبء وأخطار ومخاطر كبرى على المناخ. طيب، تكيف الأسعار التعاقدية في هذه العقود طويلة الأمد، تتطلع الجزائر إلى الحصول على ضمانات في سوق الغاز
وهي لم تطالب بأسعار حرة، هل سيتم الاتفاق على هذه البنود المبدئية مع المسؤولين الأوروبيين في العاصمة الجزائرية؟ صحيح نعرف أن أسعار الغاز ليست لها بورصة عالمية مثل أسعار البترول والنفط، لأنه كل منطقة كيف تحسب يعني أسعار غازها. فاليوم الجزائر تريد المحافظة على مصالحها وتريد يعني مراجعة الأسعار وأسعار التكلفة. نعرف أن الاستثمارات في الغاز تكلف كثيرا، شفنا تقريبا سوناطراك شركة الحكومية الجزائرية استثمرت 40 مليار دولار في 5 سنوات القادمة، ودخلت في شراكات مع توتال إنرجيس الفرنسية وإني الإيطالية وشركة أمريكية أخرى. فاليوم الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأوروبية من أجل الدخول والتنقيب والاستكشاف في هذا الاحتياطي الكبير، ويعني الأسعار تكون يعني تحت منطقة يعني رابح وقاعدة أنه لا أحد خاسر، خصوصا وأنه اليوم أوروبا إنها تشتري الغاز أربع مرات أكثر من ربما من قطر أو ربما من أمريكا. رأينا يعني البارحة الرئيس ماكرون كيف تكلم على أمريكا وقالوا كيف نكون أصدقاء وأنتم تبيعون لنا الغاز 4 مرات أكثر. فاليوم الجزائر تنظر إلى بنظرة براغماتية ونظرة رابح خصوصا مع الشريك الأوروبي الذي هو شريك لمدة 40 سنة تقريبا من 1980، والجزائر تزود أوروبا بتقريبا الملايير الأمتار المكعبة من الغاز. أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في العاصمة الجزائر.